الثورية إن شاء الله ستكون منصورة وستنتصر، ولكن بالأقوال لن تنتصر فقط. ولن يؤكد اتحاد تنسيقيات الثورة السورية ممثلا بقيادته المشتركة دعوته لجميع النشطاء الثوريين جماعات وأفراد للحوار والمشاركة في العمل على تحقيق تطلعات شعبنا السوري في التغيير المنشود. يا ريت تترك الورقات على طرف. اليوم نحن موجودين بمدينة عفرين لانطلاق المؤتمر الأول لاندماج تنسيقيات الثورة السورية الحراك الشعبي واتحاد تنسيقيات حول العالم لتوحيد الجهود وتوحيد إيصال الصوت، صوت موحد بسوريا وإن كان بأوروبا ومن أي مكان موجود فيهم السوريين اللي تهجروا قصرا واللي هن حملوا قضيتهم على أكتافهم وكانت أمانتهم. وقدمنا الأمهات العرب، قدمنا أزواجنا وأولادنا. طبعاً اتحاد التنسيقيات هي من التجمعات المهمة جداً على مستوى ساحة الثورة السورية، ونتمنى أنه توحد الجهود وأيضاً توحيد كافة الجهود على مستوى المحرر. مثمرة. أيها نحن كتنسيقيات حرائر سورية كنا متواجدين كمندوبين عن الحرائر في سوريا لن حتى نقول لهم أنه نحن موجودين، كنا ولا زلنا ومستمرين ننطق بصوت الحرة السورية التي قدمت وعانت بهذه الثورة. هل هي مفاضلة جامعة حلب التي أبعدت طلاب المجالس المحلية عن كلية الطب، مع أن هناك في الامتحانات المعيارية طلاب المجالس المحلية كانت معدلاتهم بالامتحان المعياري تفوق علامة طلاب الحكومة المؤقتة؟ توحيد الجهود تحت اسم اتحاد تنسيقيات الثورة السورية بلوجو جديد واسم جديد، توحيد المواقف، توحيد الأنشطة، توحيد اسم الجمعة، توحيد البيانات، المواقف الثورية بشكل عام، اتخاذ المواقف على مستوى الساحة الثورية والمتغيرات المشهد السياسي كلها تكون بشكل موحد. طبعا الباب مفتوح لجميع الأجسام الثورية لكي تكون معنا للانضمام للقيادة الموحدة. هذا سؤال من بس على مدة 5 دقائق بس، أن ننام على هالنهج، نتحرك على هالنهج وتصرفاتنا على هذا النهج. وهذا الشيء نحن